الولايات المتحدة تقول إنها مستعدة لمحادثات مع إيران للعودة للاتفاق النووي، وطهران تقابل العرض بفتور وتشترط رفع العقوبات الأمريكية كافة. وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتحفظ إسرائيل على قرار واشنطن بالعودة للاتفاق، وتتمسك بالتزامها بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. رسائل في أكثر من اتجاه تركت الباب مفتوحا على أكثر من احتمال، لكن واشنطن على ما يبدو ومن ورائها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما ذكر ذلك صراحة ببيانها الأخير. أزمة الملف النووي الإيراني تبحث عن حل وسط مواقف متتالية من الجهات المعنية. طهران تعهدت بالعودة لالتزاماتها بالاتفاق النووي، لكن بعد رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستتراجع عن ما وصفه بالإجراءات التعويضية التي اتخذتها منذ 2019 مقابل إنهاء شامل للعقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. هذا الموقف جاء بعد إعلان واشنطن سحب مطلب قدمته سابقا لمجلس الأمن خلال عهد ترامب يتعلق بتجديد العقوبات الدولية على إيران. وأشادت روسيا بهذه الخطوة الأمريكية ووصفتها بالإيجابية، فيما قال الاتحاد الأوروبي إن الخطوة تساهم في إمكانية عودة طهران للالتزام الكامل بالاتفاق. أما إسرائيل فشددت على التمسك بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إن العودة إلى الاتفاق السابق ستمهد الطريق أمام طهران لامتلاك ترسانة نووية. فيما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن العودة للالتزام بالاتفاق النووي. وتأتي هذه التطورات قبل يومين من انتهاء مهلة حددتها طهران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تنتهي العقوبات الأمريكية عليها. أما واشنطن فسبق أن شددت على أنها لن تلغي العقوبات إلا إذا عادت طهران للالتزام بكامل بنود الاتفاق، مشددة أيضاً على ضرورة بحث أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. أرحب بضيفاي في هذا الحوار من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان، ومن واشنطن الباحث في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن دكتور ماثيو ليفينجر. أهلا وسهلا بكما في سكاي نيوز عربية. أبدأ من ضيفي من واشنطن دكتور السيد ليفينجر. بعد ترحيب واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، طهران تطالب واشنطن بالعودة عن أو رفع العقوبات كلها وبشكل غير مشروط. كيف أو هكذا قابلت طهران الترحيب الأمريكي بالعودة للاتفاق؟ هل يعني ذلك رد الفعل الإيراني؟ هل يعني ذلك أي شيء بالنسبة لإدارة جو بايدن؟ وما منبع ثقة الأمريكيين في جدوى المفاوضات مع طهران؟ شكرا جزيلا على استضافتي اليوم. أنا أعتقد أن المؤتمر أو البيانات التي أصدرتها الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا وألمانيا مهدت الطريق نحو إعادة بدء المفاوضات. نعرف أن هذه المفاوضات حساسة جدا وأن هذه العملية معقدة جدا، ولا سيما حين تم وضع الاتفاق النووي في المرة الأولى. ولكن أعتقد أن العالم سيكون بأمان أكثر إذا كان هناك عدد أقل من الدول التي تملك الأسلحة النووية. بالتالي إدارة بايدن محقة في إعادة بدء هذه المفاوضات مع طهران، وهذه مجرد البداية لعملية معقدة. بالتالي هذه بداية جيدة ونحن نتطلع قدما لمعرفة ماذا سيحصل. طيب سيد صدقيان، كم تراهن طهران على امتثال واشنطن للمطالب الإيرانية؟ هي إيران لا تريد أن تكون هي البادئة بتقديم أي تنازلات، بل هي طالبت واشنطن برفع العقوبات بالعودة غير المشروطة إلى الاتفاق النووي. على ما الرهان الإيراني؟
مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. أنا أعتقد بأن الإشارات التي استلمتها طهران خلال الـ 24 ساعة الماضية، سواء فيما يتعلق بالمباحثات مع الترايك الأوروبية بسحب القرار من مجلس الأمن الدولي الذي يريد أن يفرض عقوبات أو يطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران، والموافقة على المشاركة في اجتماعات 5+1، هذه كلها مؤشرات جيدة وإيجابية وعملية أيضا. لكن المشكلة أن هناك حالة عدم الثقة موجودة عند الإيرانيين. هذه حالة الثقة الموجودة هي أصلا كانت موجودة بين طهران وواشنطن، عززها انسحاب الرئيس ترامب من هذا الاتفاق في العام 2017، وبالتالي خلقت حالة معقدة ومركبة من حالة عدم الثقة. الآن الإيرانيون يقولون بأننا لا يمكن لنا أن نثق بالمصداقية الأمريكية، ويريدون أفعال تتحرك على الأرض. عندما يقولون أفعال تتحرك على الأرض، معنى ذلك بأنهم يقولون بأنه يجب على الولايات المتحدة، هكذا قالها اليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال بأن هناك 3 مراحل أو 3 نقاط. النقطة الأولى هو الاعتراف بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي 22-31. النقطة الثانية إلغاء العقوبات المفروضة على إيران والتي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. النقطة الثالثة الجلوس على طاولة المفاوضات. بمعنى آخر أن إيران، أنا شخصيا لم أحس بأن إيران وافقت على دعوة الاتحاد الأوروبي للجلوس على طاولة 5+1، حتى وإن كان الاجتماع غير رسمي مع الجانب الأمريكي. أنا فهمت الموقف الإيراني بأنه يعارض الجلوس مع الولايات المتحدة على طاولة 5+1، لأن هذا يستوجب إلغاء العقوبات، وإيران دائما تصر على إلغاء العقوبات أولا وبعد ذلك لكل حادث حديث. سيد ليفينجر، من سيبدأ أولا؟ من سيبدأ بالخطوة الأولى تجاه الآخر، إيران أم واشنطن في ظل المعطيات الحالية؟ في معظم المفاوضات بناء الثقة هي عملية طويلة، ويجب أن تتخذ هذه الخطوات من الطرفين، وذلك لإعادة إنشاء هذه الثقة. بالتالي أعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني شكل أو ساهم في انعدام الثقة الإيراني، ولكن أعرف أن الطرفين لا يثقان ببعضهما. وإحدى أشكال هذه العلاقات المعقدة كهذه هي أننا عشنا عقود من الإشارات التي تم ترجمتها من طرف أو من الآخر، وكأنها ساهمت في انعدام الثقة. ولكن ما وجدت أنه كان منتجا من البيان المشترك التي أصدرته بريطانيا، فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة، هي أن هذا البلان يعترف بأهمية اتخاذ الخطوات المتوسطة لإعادة بناء الثقة، عوضا من وضع مهلة نهائية على إيران احترامها، أو أنه عليها الاحترام بجميع مواد الاتفاق النووي وبدون أي مفاوضات إضافية. ولكن الإشارة كانت هي أن واشنطن بالإضافة إلى العواصم الأوروبية الثلاثة مستعدة لبدء مفاوضات متوسطة الأبد لإعادة بناء الثقة. سيد ليفينجر، لو تسمح لي، يفهم منه أن الدبلوماسية الأمريكية في التعاطي مع إيران حاليا قائمة على مسألة كسب ثقة إيران بديلا عن الضغط على إيران للامتثال لشروط المجتمع الدولي. يعني لطالما اعتبرت الإدارات الأمريكية السابقة أن إيران هي العدو الأول بالنسبة لها، هي كذلك بالنسبة لإسرائيل كحليف استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هل يخرج بايدن الآن عن هذا الإطار المتعارف عليه ويحاول كسب ثقة طهران بدلا من الضغط عليها وإظهار القوة الخشنة؟ هل هذا ما يجري؟ أنا أعتقد أن إدارة بايدن تركز كثيرا على الدبلوماسية كأنها طريقة لتمهيد المستقبل، ونعرف أن الدبلوماسية لديها محفزات إيجابية بالإضافة إلى بعض المحفزات السلبية.
I believe that the Biden administration أنا أعتقد أن إدارة بايدن تعمل بهدف اتخاذ مقاربة متوازنة ستحاول قدر الإمكان تحسين العلاقات مع إيران. ولكن في الوقت عينه يوجد العديد من الطرق التي سمحت لإيران باتخاذ بعض الخطوات المزعزعة على الاستقرار، ونعرف أن ذلك أدى إلى انعدام الثقة في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى. بالتالي هناك حاجة لاتخاذ خطوات تقدمية بين الطرفين لإعادة بناء هذه الثقة. ونعرف أن الأمر ليس بسهل، ولن يقع هذا العاتق فقط على واشنطن لإعادة بناء الثقة في هذه العقدة المعلقة والمعقدة وهذه العلاقات الثنائية. دكتور صدقية، كنت تحدث قبل حديث سيد ليفينجر عن مسألة أنك استشرفت من أن الموقف الرسمي الإيراني هو لن يرحب بمسألة دعوة للجلوس مع المتفاوضين الأوروبيين والأمريكي، ولكن أصلا الرسائل التي تخرج من طهران في الفترة في الأشهر القليلة الماضية كانت رسائل متناقضة، ما بين رفض التام لأي تفاوض تحت أي شرط وتحت أي بند، فقط عودة أمريكا إلى الاتفاق، وما بين وضع شروط أو ما بين إبداء حتى مرونة وليونة أكثر. ألا يعد ذلك تخبط قد يخفي خشية وخوف مستتر من قبل طهران؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه يتعلق بإحياء الاتفاق النووي المسجع حاليا في غرفة العناية المركزة، ويحتاج مثل هذا الجسم يحتاج إلى عناية فائقة وجهد عظيم من أجل إحيائه، لأنه شبيه بالميت سريريا كما يصفه الأطباء. بالتالي أنا أعتقد بأن هناك مرحلة في غاية الأهمية. هذه المرحلة الآن إيران تعتقد بأن هناك ضغوط متزايدة، هي استمرار للضغوط التي كانت في الإدارة الأمريكية سابقة، لكنها في هذه الضغوط من نوع آخر، ضغوط سياسية ودبلوماسية. البيان الذي صدر يوم أمس من الاجتماع الوزاري التريكة الأوروبية مع الجانب الأمريكي كان ضغط سياسي على إيران، موافقة الولايات المتحدة على الجلوس على طاولة 5+1 هذا ضغط آخر سياسيا على إيران. لكني أعتقد بأن المشكلة الحالية، يعني إذا أردنا أن نحل هذه العقدة، من يبدأ أولا، من يريد أن يتباحث، ماذا على ماذا نريد أن نتحدث، أنا أعتقد بأن هناك يعني مشكلة تعترف الإدارة الحالية، إدارة الرئيس بايدن، بهذه المشكلة. تعتقد بأن قراءة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة للاتفاق 22 أو للقرار 22-31 كانت خاطئة، وهي اعترفت يوم أمس عندما سحبت مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي، اعترفت بأن هناك قرار خاطئ لوزارة الخارجية الأمريكية عندما قدمت هذا المشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي. إذن علينا أن نعترف ونقتنع بأن الإدارة الحالية، إدارة الرئيس بايدن، تقتنع أن هناك خطأ حصل، وعندما حصل خطأ يجب أن تسد هذا الخطأ. هذا الخطأ هو الانسحاب من الاتفاق، الخطأ أيضا فرض عقوبات جديدة. طيب، إذن يجب أن ترفع هذا الخطأ في خطوة شجاعة من أجل الجلوس على الطاولة. وعند ذلك دكتور صدقيان، يعني لا نتوقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستعود عن كل شيء فعلته إدارة ترامب فقط نكاية في هذا في الفترة السابقة. أبدا، اليوم رجعت إلى اتفاقية المناخ، لماذا لا ترجع إلى الاتفاق النووي؟ طيب سأعود إليك، ولكن أذهب إلى السيد ليفينجر. سيد ليفينجر، تحدثت سابقا عن أنه يعني الآن دكتور صدقيان يقول أنه إدارة بايدن تريد إصلاح أخطاء ترامب في التعامل مع الملف النووي، وأنت قلت أنه هي تعمل بمسألة بمبدأ كسب الثقة كطريقة أيسر للدبلوماسية. ألن يساء تفسير هذه النعومة الأمريكية إنجاز التعبير من قبل إيران، وبالتالي تتخذها ذريعة للتمادي أكثر، عمل مغامرات أكثر، التوسع في مشروعاتها سواء كانت النووية أو مشروعات الفوضى في الشرق الأوسط؟
I think that's exactly the issue that the Biden administration is struggling with, namely that Biden تعاني مع هذا القرار. لا سيما وأنها حاليا تبحث عن enforcement regime احتمالات imposed by the JCPOA لتخفيف بعض البنود المذكورة في الاتفاق النووي، ولكن نعرف أنها لا تبحث فقط عن تغيير إرث إدارة ترامب بالكامل. هذا ليس الهدف الأمريكي الحالي والأخذ الثأر بالإدارة الماضية. إن إدارة أوباما حين تفاوضت بشأن الاتفاق النووي قامت اتخذت قرارا واضحا وعرفت أن هذه المسألة معقدة وأنها ستعقد المفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية، وقررت أنها ستبعد الأنشطة الإيرانية لا سيما في سوريا وفي اليمن ومناطق أخرى وتحييدها من هذا القرار الذي اتخذته. بالتالي إن إدارة ترامب حين تسلمت آل السلطة اتخذت قرارا مغيرا وقالت إنه من المهم التركيز على قضايا الأعمال المشينة التي تقوم بها إيران في المنطقة وفي بعض المناطق الأخرى. وأنا أعتقد أن إدارة بايدن تريد العودة إلى طاولة الحوار، ولكنها لا تريد إعطاء الضوء الأخضر للسياسات التوسعية الإيرانية بالإضافة إلى أنشطتها العنيفة في سوريا أو اليمن أو في أي بلد آخر في المنطقة. هذه المسألة حساسة جدا، وتريد إدارة بايدن العودة إلى شروط الاتفاق النووي، ولكنها تريد اتخاذ مقاربة شاملة أكثر ستعمل على بناء الثقة والسلام في منطقة الشرق الأوسط وعدم التركيز فقط على البرنامج التووي، وهذا مشروع معقد جدا. طيب إذا سيد لافيجر، حديثه كان واضحا سيد دكتور صدقيان فيما يتعلق بأنه نعم حتى لو كانت الدبلوماسية الناعمة هي المسار الآن، ولكن أبدا لن يكون هناك تجاهل للملفات الأخرى التي كان ينبغي أن تضمن في اتفاق أوباما، وهو ملف الصواريخ الإيرانية وملف أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة. كيف تتحضر إيران لهذا الأمر؟ ما حد التنازلات التي يمكن أن تبديها إيران في أي مفاوضات حول هذه الملفات الجديدة؟ ونعلم أن إسرائيل أيضا ستكون حاضرة بقوة وستدفع بهذا الاتجاه. أن يعتقد هذا الذي ذكرتيه في هذا السؤال هو جوهر المشكلة الحالية، لأن عندما يقولون من الذي يبدأ أولا، إيران أم واشنطن، طهران أم واشنطن، أنا أعتقد بأنهم يبحثون ليس العودة للاتفاق النووي وإنما لما بعد الاتفاق النووي. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تريد ضمانة من إيران، هل تقبل إيران ببحث قضية نفوذها في المنطقة وقضية المنظومة الصاروخية أم لا؟ هي تريد هذا الكلام من إيران. إيران لحد الآن لا تريد أن تعطي موافقة على مثل هذا الكلام، وتقول بأننا إذا أردنا أن نعطي مثل هذه الموافقة لأعطيناها للرئيس ترامب وهو أراد هذه الموافقة ولم تفرض العقوبات وكان الأمر يسير بشكل هادئ مع الرئيس ترامب. لكن إيران تعتقد حاليا، تعتقد بأن قضية النفوذ في المنطقة، يوجد هناك أصدقاء في المنطقة، هؤلاء الأصدقاء إيران، قالت هذا المرشد الإيراني الأعلى قال ذلك، قال بأن إيران لا تريد أن تمارس ضغوط على أصدقائها في المنطقة ولا تريد إضعاف أصدقائها في المنطقة، وبالتالي يبدو بأن هذا ثابت من الثوابت. لا أعتقد كيف، يعني لا أدري كيف ستحل هذه القضية، لأنه فعلا قضية معقدة جدا. النقطة الثانية فيما يتعلق بالصواريخ، إيران تقول أيضا، وهذا المرشد أيضا قال ذلك، قال بأن الصواريخ هي قضية، لأن إيران لا تمتلك طائرات وكل القوة الدفاعية الإيرانية العسكرية هي متجسدة في المنظومة الصاروخية، وبالتالي إذا ما تم النقاش في هذه المنظومة الصاروخية، إذن إيران تفقد كل شيء دفاعي عنها، وبالتالي هي تقول لا يمكن مناقشة هذا الأمر الدفاعي العسكري عن إيران، لأن إيران لا يمكن أن تتخلى عن هذه
القضية المركزية والجوهرية، لأنها لا تملك شيء آخر غير هذه المنظومة. وبالتالي هذين الثابتين عند القيادة الإيرانية وعند الحكومة الإيرانية يبدو لي بأن هذه يعني لا يمكن إيران أن تتفاوض بشأنها. ما الذي يمكن أن تتفاوض بشأنه إذن؟ الولايات يعني المتحدة لم يعد هناك ما يمكن التفاوض، جعلتها كلها ثوابت. أنا أعتقد أنا أعتقد بأنه إذا تم، ولذلك قلت بأن إذا خطت الولايات المتحدة خطوة شجاعة وألغت العقوبات ورجعت إلى طاولة 5+1، أنا أعتقد بأن فرص الثقة تتعزز أكثر. عندما تتعزز فرص الثقة يمكن أن تبحث قضايا أخرى بجزئية معينة بجزئية أخرى، لكن يجب أن تبدأ. وأنا أعتقد بأن فعلا الكرة عند الولايات المتحدة، الكرة إذن برأيك عند الولايات المتحدة الأمريكية. شجاعة. سيد ليفينجر، ما الاختراق بناء على ما ذكره الدكتور صدقيان وما ذكرته أنت سابقا، الذي يمكن الاختراق الذي يمكن لواشنطن أن تحققه في الموقف الإيراني المتزمت هذا؟ I think that it's very difficult to know. أعتقد أنه من الصعب معرفة بالتأكيد ما هي التنازلات التي سيقدمها أحد الطرفين أو الطرفين. أنا أعتقد أن لإيران حق في الحفاظ على دفاع نفسها في المنطقة، وأنا أعرف أن الولايات المتحدة وشركائها أيضا الحق في دفاع عن ذاتها والحفاظ على أمنها. أعتقد أن الاستراتيجية الضغوط القصوى التي اعتمدتها إدارة ترامب كانت خاطئة، لأنها اعتمدت بشكل تام على الضغوط الإجبارية والقسرية. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، يجب ممارسة بعض الضغوط، نعم، ولكن أيضا إيجاد طريقة للخروج من هذه المفاوضات ويتقبلها كلا الطرفين. بالتالي علينا إيجاد طرق لمحاولة التعايش مع بعضنا البعض بسلام، عوضا من محاولة زعزعة استقرار أحد الآخر. وأنا أعتقد أن إدارة بايدن ملتزمة بشكل تام ببدء العمل على إنشاء عالما أكثر مستقرارا، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي نحن بحاجة إلى الحصول على التزامات بعدم نشر الأسلحة النووية، ولكن نحن أيضا بحاجة إلى بعض المعايير لاحترام حقوق الإنسان وتفادي أي أعمال عنيفة التي قد تؤذي الدول المجاورة والتي تعرضها للخطر. بالتالي هذه مفاوضات معقدة جدا، ولكن أنا أعتقد أن الخطوات التي اتخذتها إدارة بايدن هي إيجابية. طيب، الاجتماع مع الأوروبيين سيد ليفينجر في ما يتعلق بالتنسيق المشترك بين الشركاء في مجموعة 5+1، هل رسم لنا المسارات التي ستعمل فيها واشنطن مع الشركاء الأوروبيين؟ لأنه على ما يبدو بايدن يريد أن يتبنى سياسة التشاركية في القرارات، خصوصا متعلقة بموضوع حساس كهذا. Yes, certainly the Biden administration wants to expand the circle of international cooperation with its European allies and with the other members of the negotiated adjacent من المجموعة التي تفاوضت بشأن الاتفاق النووي. شكرا جزيلا لك من واشنطن، الباحث في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الدكتور ماثيو ليفينجر، وأشكر ضيفي من طهران الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان. شكرا جزيلا لكما.